هذه تراها فرصة لما يجي الشاعر مقاطعة تراها استراحة محارب. يا سلام. أحيانا يكون مشدود. يا سلام. لكن أنا بالإعادة إفادة. أي أبشر. يا سلام. أبشر. يقول ظروف الحياة تبين الفرق في الصدقان. وتعرف مدى غزر المناهيل مماها. صديق معك ما دم طيب صديق لسان ولا شانت ظروفك تعذر من أقضاها يدبر من الفزعة ويعطي مع البطنان وذي عادته لحتاجت الناس خلاها. وصديق صدوق وطيبته دايما عنوان ولا من ظروفه حدته ما تحداها على طول عمره غايب في ذر الشيبان ولا جرب الفزعة ولا شيد ابناها. وصديق اليابار الوفق في الحياة وشان يوقف مواقيف نجمل ويحماها ينومس ويجل الهم ويواجه الديان ويعطي الصداقة حقها في ملاقاها. هذا والله اللي نادر الوصف العربان لمن البواز النوخت يرعب ارغاها يسب الحلاله دون وجهه ويقضي الشان ويدرس الوجيه الغاليه ويتفداها ولا يلتفت صوب المعاثير والشمتان لها بتضعوف فعلها سود الحاها. مصير الظروف ترجح بكفة الميزان وتعرفها للوقفات وتوثق اسمها. وسلامتكم جميع. انسانك ابو فيصل طول عمرك. ما شاء الله تبارك الله. وجهك وجه السلام. ما شاء الله تبارك الله. بعض الشعر يحط على المنابر يا اخواني والله. صحيح. والله ما شاء الله تبارك الله. وتحل ازمه.